باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار الأصحاح التاسع آية 38 لآية 42. فهنا بيقول الوحي الإلهي عن التعزية اللي كانوا فيها والسلام اللي كانوا فيه والوضع اللي كانت فيه الكنائس. زي ما قلنا في الكنز اللي فات، كان الكنائس كان ليها سلام وكانت بتتكاثر بتعزية الروح القدس وكان في مخافة ربنا. فهنا بيدي لمحة، فبيقول في آية 38: وإذ كانت لدة قريبة من يافا، يافا على البحر المتوسط ولدة قريبة منها، التلاميذ اللي في يافا يقول سمع التلاميذ أن بطرس فيها في لدة، فأرسلوا رجلين يطلبان إليه ألا يتوانى أن يجتاز إليهم، قالوا تعال لينا بسرعة. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. في الكنيسة دي اللي هي في يافا كان في واحدة اسمها غزالة، اللي هي الأرملة دي، كانت بتعمل للأرامل، أو هذه السيدة بتعمل أقمصة وثياب للأرامل، يعني بتعمل عمل محبة كبير جدا. دي بيوصف هنا زي ما بنقول على عمل المحبة اللي كانت في الكنائس. فهم بيبكوا عشانها ان هي انتقلت او ان هي ماتت، فراحوا بعتوا لبطرس الرسول بسرعة، محبة محبة شديدة، ومعتزين بمحبتها ليهم واللي كانت بتعمله معاهم. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ابتدى يصلي معلمنا بطرس الرسول، ثم التفت إلى الجسد وقال يا طبيصة قومي، ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست فناولها يده وأقامها. ثم نادى القديسين والأرامل اللي بيحبوها، يعني الناس اللي كانوا عمالين بيبكوا عشانها وبيحبوها، دي الكنيسة اللي فيها المحبة العجيبة، وأحضرها حية زي ما يكون أحضرها مخصوص عشان محبتهم. ربنا سمح بأنها تقوم عشان محبة الناس دول واداها لهم، يبقى من أجلهم، من أجل محبتهم صنعت هذه المعجزة، يوصف المحبة اللي كانت في الكنيسة. فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. محبة عجيبة جدا وعمل إلهي واستجابة معلمنا بطرس الرسول ونزول ليهم عشان مشاعرهم ومحبتهم الكبيرة. ودي كانت المحبة والتعزية اللي في الكنيسة الأولى. فإذا هنا هو هذا هو الجانب الإيجابي الجميل في الكنيسة، محبة الأشخاص لبعض في وسط الظروف المختلفة، من شدائد وضيقات، صلواتهم من أجل بعض، تضرعهم من أجل بعض، إحساسهم كجسد المسيح بكل عضو بيتألم أو في حاجة مشكلة، عملهم الدائب وتضحيتهم لأجل بعض. ربنا يدينا إن إحنا نعيش في الكنيسة بهذا المفهوم، نتمتع بالحب بعضنا لبعض، ونتمتع بنعمة ربنا اللي بتحل علينا وبتستجيب لنا لما إننا بنحب بعض. فترسل معلمنا بطرس الرسول في المرة دي، ومرة تانية يرسل لنا معجزة ما نعرفهاش إيه، ومرة تالتة يباركنا لأنه شايفنا بنحب بعض. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الآباد كلها، أمين.